أزيائك الربيعية مع أحذية جديدة ترافقها مكملة إطلالتك بلمسات عصرية مشرقة هذا الموسم. ينتشر استعمال خامة البلاستيك الشفاف في تنفيذ أحذية هذا الموسم من خلال الأحذية الشفافة العالية الساق، وتضفي الكعوب المصنوعة من مادة البلكسي لمسة متجددة على الأحذية الربيعية. أما الأحذية العالية المصنوعة من الجلد الأسود اللماع مزينة بالأحجار الملونة وحبات اللؤلؤ، وطبعة جلد الثعبان دخلت عالم الأحذية الربيعية بأناقتها الفاخرة. الأحذية المصنوعة من الستان ما هي حكرة على الطلات الخاصة بالمناسبات فقط، لأنه يمكن اعتمادها في طلالاتنا اليومية. تحول الجلد الطبيعي لخامة شبكية تضفي لمسة من التجدد على إطلالة الأحذية الكلاسيكية. والمخمل ما غاب عن مجموعات أحذية هذا الربيع رغم كونه خامة شتوية. الألوان الباستيلية كان لها حصة بارزة في مجموعة أحذية هذا الموسم. وطبعا الشباب لهم أنواع مختلفة من التصاميم المناسبة لهذا الربيع اللي تمشي مع إطلالات مختلفة. البسوا واستمتعوا يا شباب ويا صبايا، ويلا سلام. العنود الطعيمي لبرنامج ساعة شباب.